بعد العزوف الكبير على شراء أضاحي العيد هذه السنة بسبب الغلاء الفاحش في أسعارها، دعا مختصون إلى ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية المتبعة، وقدموا مقترحات من شأنها ضبط الأسعار وإعادتها إلى الوضع الطبيعي. الموالين لازم نقعدوا معهم في طابلة ولازم يعطيونا الأرقام الصحيحة. ما هي الأرقام الصحيحة؟ لأن الأرقام الصحيحة احنا عندنا، وش عندنا لازم نقول وش عندي. عندي عندي ما عنديش قال ما عنديش. إذا كان حابين باش نحلوا المشكلة في الفوطة المسؤولية، أنا نقول عملية تاع العيد هذا ما يتحملهاش واحد الموال، حتى احنا وطن فيديراسيون، حتى الناس نتاع المهنة متحملين، يتحملوا المسؤولية. كلنا مسؤولين، لأن علاش خيبنا أمل نتاع الشعب، ومش من حقنا باش أننا احنا نغلطوا في الشعب كيما هكذايا. نطرفوا مرة أخرى نطلبوا يعني السمح من الشعب الجزائري. تعزيز الدعم لمربي المواشي بتوفير الأعلاف، تقليل تكاليف النقل والضرائب على المواد الزراعية، تشديد الرقابة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، هي أبرز الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأسعار على المدى الطويل، يقول خبراء. تغيير منظومة الدعم، لأن هناك يعني دعم للأعلاف لا يصل إلى الموالين الحقيقيين، بالإضافة إلى تجريم ذبح الأنثى خاصة بعد يعني السنوات الماضية كان هناك ذبح عشوائي للنعجة كما يقولون، وبالتالي كان هذا أثر على السلالة وأثر على حجم الثروة الحيوانية. الأمر الثالث هو الاستمرار في عملية استيراد اللحوم الحمراء من أجل الحفاظ على السلالة. الجهات التي يجب أن تطرح هو إعادة تغيير نمط البيع في الأسواق، حيث هناك يعني تكون العلاقة بين المستهلكين والجزارين مباشرة مع الموالين. تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال تبني الاقتراحات التي من شأنها التخفيف من الأزمة قد يعجل من انفراج مشكل الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم والأغنام، والذي لطالما أثقل كاهل المواطن.